بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طبعا تكلمنا في الدرس السابق عن علاقة ماي سكيول بلغات البرمجة، الآن بنشوف علاقة ماي سكيول مع قواعد البيانات الأخرى. إحنا عندنا زي ما أنت عارف قواعد بيانات جدا كثيرة، مثلا أوراكل، عندنا ماي سكيول، عندنا دي بيس، فوكس برو، يعني أشياء جدا كثيرة، أوكي؟ ما نقدر نحصيها هنا كلها، لكن الفكرة الأساسية إنه أنت طالما إنك تجيد لغة SQL إجادة كويسة لا بأس بها، تقدر تتعامل مع جميع قواعد البيانات. اللي نبغى نوضحه هنا، قواعد البيانات عندها حاجتين: SQL بلس حاجز SQL بلس environment comments. ايش يعني هذا الكلام؟ انه اي قاعدة بيانات SQL موجودة فيها، جميل، معناته انت لما بتتعلم SQL اوكي. ايش الاشياء الاضافية؟ انه environment يعني البيئة، احنا عندنا بيئة MySQL او بيئة Oracle او بيئة Paradox او بيئة Dbase او كل واحد، في اوامر اضافية تضيفها كل قاعدة بيانات تضيفها على SQL، يعني زيادة، يعني اوامر ممكن تكون ها هنا جميعهم يشتركوا في SQL ويختلفوا هنا environment comments. يعني مثلا انا لو عندي SQL فيها 50 امر، ونفرض 50 امر، انا بصلح قاعده بيانات جديده، احط عندي SQL واضيف مثلا عليها اوامر تخصني انا، تخص قاعده بيانات انا، مثلا 20 امر اضافيه، صارت مثلا انا سميت قاعده البيانات اكس، صار اكس فيها 70 امر. عشان كذا بعض الناس يلخبط، واي مثلا قاعده بيانات جديده فيها مثلا 100 امر، فهنا الخمسين تبع SQL موجودة هنا وموجودة هنا، يعني أنت تقدر تتعامل مع قاعدة X وقاعدة Y بدون أي مشاكل. الأشياء الإضافية يسموها environment comments أو أوامر البيئة، خلاص. فهذه هي الفكرة الأساسية. طبعا قاعدة البيانات يسموها environment أحيانا، فMySQL، Oracle، SQLite مثلا، هذه الثلاث الأشياء. مثلا عندك هنا PSQL وعندك هنا PSQL وعندك هنا في SQL. طبعاً ربما تحصل بعض الاختلافات الطفيفة، لكن أنت إجادتك للـ SQL تمكنك من التعامل مع قواعد البيانات بدون أي مشاكل. هنا مثلاً ولنفرض زايد 20، هنا زايد مثلاً 50 أو 45، هنا زايد مثلاً 15. إيش الفكرة؟ إنه أنت لما تتعامل مع MySQL حتعرف SQL، إذا كنت تعرف SQL أوكي، وهنا تعرف SQL تتعامل، وهنا تعرف SQL. إيش الأشياء اللي تتعلمها هنا؟ هتتعلم 20 أمر إضافية خاصة بMySQL ما يمكن تطبيقها على أوراكل، هذا المقصود بأوامر أو الانفايرمنت كومنتس أو أوامر البيئة. هنا بيئة أوراكل لها 45 أمر جديدة ما تعرفها MySQL، فما يمكن تطبيقها إلا على أوراكل. SQLite فيها 15 أمر جديدة ما يمكن تطبيقها على أوراكل ولا على MySQL، لكن أوامر SQL أو Standard SQL يمكن تطبيقها مع بعض التحفظات على جميع قواعد البيانات. هذه فكرة التعامل مع قواعد البيانات أو علاقة MySQL بقواعد البيانات الأخرى. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.